هذه مريم وقاصه فوق الطاوله يعني فكرت بس هذه المهم دابا انا رجعت للدار وقررت ضربت راسي مع الفراغ. المهم دابا غنوجدو الفطور. مغنصورش هاد المرة غادي نوجد البيتزا وشي حاجة حلوة معرفتش الصراحة واش المهم شي طاقت ولا شي مسكوت المهم بحال هكا. دابا غنبدا بالعجينة غادي نقاد العجينة ديال البيتزا عاد من بعد غادي نقاد لاصوص صافي. شوفوا دابا انا كنفكر نحسن في العجانه ولكن ولي خايفه ماما خايفه نخسرها وما تقتلني. قربت طيب رايان ليتل المهم دابا انا سيد المهن وقلت لي يلا غنمشي نصلي باش تشلابو بالنسبة لخدمة القرآن بغيت كنت خدم بالقوة الصراحة
هذا العام صراحة باقي معطلة شوية، باقي كل كهف والله ما عقلت. مهم يلا فتنسي أخيرا ساليت مع الصلاة كل شيء حتى على راحة كنحس فيها، لقيت ويني غنتفرج في سلامات. هو الصراحة كيبدا مع 8:15، ولكن أنا ممكن نقول الصراحة مسالية باش نتفرج فيه، كنفضل تسالي شنو عندي ونتفرج فيه. صراحة كوتر بها مصرعات الظهر بانت نيت مسموم في هذا المسلسل، يعني كرهتها انا الصراحة والله. فراسكم ناط لي حبودي العيد، هاي فين هاي؟ مش كتبين لكم ويا بعيا، انا كتبين لي كبيرة الصراحة. باقي العيد يومين تقريبا، وهذا الفيديو غتشوفو غالبا كل ليلة العيد. حسو رمضان دغيا طار نبدا ديك النهار، ممكنش بقى باغا نصور معرفش نصور دابا علينا الوحدة وحدة الليل، نمشي ناكل شي حاجة وصافي نهز حيت غدا قريع عاوتاني. المهم كان هدا هو الفيديو ديال اليوم، تقبل الله صيامكم وصلاتكم إن شاء الله، وعيدكم مبارك. باي باي، تهلاو في راسكم.